السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم الإخوان والأخوات المتتبعين الأعزاء. المهم أخوتي وخواتاتي، اش غادي نقول لكم؟ وقع لي واحد البلان دابا في هاد اللحظة هادي والليل، وقع لي واحد البلان ما تخيلوش على البال. هاد الكرة راه مصيبة كحلة. اللي تبع هاد الكرة هادي، اللي تبع هاد الماتشات هاي بشي خلق، والله حتى تمشي وخلق. قلت لكم راه وقع لي واحد البلان دابا ما تصوروش على البال اشنو وقع لي. اش غادي نقول لكم؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. جاي داير الماتش في التليفون كنتفرج، وجاي في الطاكسي جاي كنتفرج مع راساتي عفوا، جاي كنتفرج وجاي في الطاكسي كنتفرج في التليفون وجاي في الطاكسي. شنو نقول لكم؟ البلاصه اللي كنت غادي ننزل فيها ضارب تقريبا نص كيلومتر، عاد تفكرت بانني غادي ننزل في البلاصه اللي غادي ننزل فيها. ما حسيت براسي، تابانوا ليا شي بلايص اللي فتهم بزاف بزاف، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما تضحكوش عليا خوتي خواتاتي، ما تضحكوش عليا والله القسم الا هادشي اللي قلت لكم الا وقع ليا دابا في هاد اللحظه هادي، الى هاد البلان هذا وقع ليا، والله ما تخيلوا كيفاش وقع ليا. دابا المشكله جاي التليفون راه مصيبه كحله. اللي بغى يدير شي حاجه، اللي بغى يسافر ولا هادي ولا يمشي لشي بلاصه، يحيد التليفون ويرد البال مزيان. انا ما رديتش البال، نكذب عليكم ما رديتش البال. وقع لي هاد المشكل هذا وهاد البلان هذا، بلان واش من بلان. وما بغيت ننبه كاع الناس اللي شيين وشادين التليفون وغادين في الطاكسي وشادين التليفون كيتفرجوا في شي حاجه ولا هادي، يحذيو روسهم ويردوا البال باش ما يزهقوش البلاصه اللي غينزلوا فيها، المكان اللي غينزلوا فيه ردوا البال مزيان. واش نقول لكم؟ تحياتي لكم اخوتي اخواتاتي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. والله اخوتي لهذا البلان الا وقع لي طلع لي الدم. قلت اش داني انا نتفرج في هذه الكره هذه ولا هذا الويل هذا البوغلي بالكحل. والله العظيم الا ضارب نص كيلومتر باش نرجع للبلاصه اللي كنت غنزل فيها. المهم الإخوان تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.